Oh.
كرم. Thank you.
Thank you.
حسن هذا الفصل من الإنجيل الذي أعطي لنا اليوم عن الزرع الذي يزرع في الأرض الجيدة فينتج 30 و60 ومعا. إن الله يريد باستمرار أن تزرع الكلمة في قلوب الناس، يريد أن كلمته تنتشر وتدخل إلى كل فكر وإلى كل قلب وتثمر ثمرها داخل القلوب. فيملك الله على القلوب، ونحن اليوم في سبيل العمل أيضا على زراعة الكلمة في إبارة شيئتين في الصعيد. حرم من الكلمة زمانا طويلا ويحتاجون إلى عناية روحية، ليس فقط إلى زرع الكلمة في قلوبهم، إنما أيضا إلى تعقلها بالريح حتى تنبت 30 و60 ومعا. ولقد انتظروا كثيرا وجاء الموعد الذي حدده الرب لهذه السياق. ونشكر الله الذي اعد لكم راهبين فاضلين لصيامتكما في هاتين الابارشيتين. في ابارشيه القوصيه ومير وإن قال الأسقف ومن أجل القوة التي
نحن نفرح من أجل هاتين البرجيتين ومن أجل اجتماع الكلمة فيهما واتفاق الرأي، وأنا قد قابلت مندوبين عن كل البرجية من هاتين وجلست معهما الآباء الكهنة والشعب. Somehow.
أنا الضعيف غير المستحق، أنا الضعيف غير المستحق، المدعو بنعمة الله، المدعو بنعمة الله، لعمل المصلحية الجليل، لعمل المصلحية الجليل، أتعهد أمام الله رب الأرباب، أتعهد أمام الله رب الأرباب، وراح الرعاة ورأس الجنيسة بغير المنظور، وأمام أبي صاحب القداسة البابا شنود الثالث، البابا شنود الثالث، وأمام آبائي وإخوتي، وأمام آبائي وإخوتي المطارنة والأساقفة، المطارنة والأساقفة، وباقي أعضاء المجمع المقدس، وباقي أعضاء المجمع المقدس، والإكليروس وكل الشعب، بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي، بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي، إلى النفس الأخير، إلى النفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار، التي وضعها الآباء الرسل الأطهار، والتي وضعتها المجامع المسؤولية الثلاثة، والتي وضعتها المجامع المسؤولية الثلاثة المنعقدة، المنعقدة في ليبيا والقسطنطينية وأفسس، في ليبيا والقسطنطينية وأفسس، وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة، وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية، للمجامع الإقليمية، والآباء الكبار معلمي البيعة، والآباء الكبار معلمي البيعة، كما أتعهد بأن أنشر القرازة بالإنجيل، كما أتعهد بأن أنشر القرازة بالإنجيل على قدر طاقتي، على قدر طاقتي، وأتعهد أيضا، وأتعهد أيضا أن أحافظ على تقاليد كنيستنا القديمة، الأرثوذكسية وطقوسها وتعاليمها، وأن أبذل كل جهدي، وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب، في تعليم الشعب الإيمان السليم، الإيمان السليم، وقيادتي في حياة القداسة والبر، وقيادتي في حياة القداسة والبر، وأحاول أن أكون أنا نفسي، وأحاول أن أكون أنا نفسي قدوة لهم، قدوة لهم في كل عمل صالح، في كل عمل صالح، وأتعهد أن أحب الرعية، وأتعهد أن أحب الرعية، وأعاملها بالرفق والحكمة، وأعاملها بالرفق والحكمة، ولا تكون لي منها كما عطف مختار، ولا تكون لي منها كما عطف مختار، بل أهتم بالكل، بل أهتم بالكل، ولا أحكم على أحد بالسماع أو في غضب، ولا أحكم على أحد بالسماع أو في غضب، وإنما أعطيه فرصة للدفاع عن نفسي، وإنما أعطيه فرصة للدفاع عن نفسي، وأتعهد بأن أستمر، وأتعهد بأن أستمر في حياة الزهد، في حياة الزهد التي نذرت لها نفسي، التي نذرت لها نفسي، ولا أعتبر مال الكنيسة، ولا أعتبر مال الكنيسة كأنه مال خاص بي، كأنه مال خاص بي، وأتعهد بأن أخضع، وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكنيسة العليا، لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك، ممثلة في قداسة البابا البطريرك، وفي المجمع المقدس، وفي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، لكنيستنا
وأطلب من الرب أن يهبني قوة لصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأرعى بكل حرص Jesus, the Christ, the Son.
البس الحلة الإلهية
Thank you.
بحبكم ومحبتكم. ما تخافش على تحوان. Thank you.